لأخبار نادي الزمالك، وهنبدأ من عند محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي ونادي طلائع الجيش، واللي استقر مسؤولي نادي الزمالك أنهم يفتحوا باب اتصال مع إدارة نادي طلائع الجيش لمحاولة التعاقد مع اللاعب في الفترة اللي جاية. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان اللاعب نال اعجاب فعلا اوسوريو المدير الفني للفريق، وده بعد ما شاف ليه كذا مباراه شارك فيها اللاعب مع المنتخب الاولمبي في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. واوضح المصدر ان مسؤولي نادي الزمالك سيجرون اتصالات مع اداره نادي طلائع الجيش لمعرفه المقابل المادي المطلوب في اللاعب من اجل حسم المفاوضات الخاصه بضم اللاعب، وده زود الحماس اكتر كمان عند مسؤولي نادي الزمالك لضم اللاعب ان اداره نادي طلائع الجيش ما عندهاش مانع تماما في رحيل اللاعب في الفتره المقبله.